هاتك مؤمن عادي هاتك حرمة مؤمن عادي من المحرمات العظيمة عند الله فكيف هاتك حرمة هؤلاء الأولياء أحفاد النبي الأعظم سبط النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أم المؤمنين خديجة هذا مو منكر ألا يجب النهي عن المنكر هل نتمكن نحن ان يكون لنا دور في هذا المجال؟ النهي يعني عن المنكر لا تشترط فيه ان تكون عمليه النهي مؤثره على نحو الفور، واحد بعيد عنده ابن، هذا الابن ما يصلي، اليوم الأول تقولون له صلي ما يأثر اليوم الثاني لكن إذا ميت مرة تقولوا له خلال ثلاث أعوام يأثر بي واجب النهي عن المنكر لو مواجه واجب ولا يشترط أن يكون عملكم الذي تعملونه علة تامة للتأثير هذان المطلبان الوالد رحمه الله ذكرهما في موسوعة الفقه يمكن أن يكون عملكم جزء من ألف جزء هذه كلها تجتمع فتؤثر هذه قطرات واحد منكم يتمكن يألف كتاب حول البقيع فليؤلف هذه خطوة في هذا المجال واحد يتمكن أن يلقي محاضرة خطوة في هذا المجال واحد يتمكن يطبع كتاب حول البقيع، هاي خطوة في هذا المجال. واحد يتمكن ينشر شريط في هذا المجال، خطوة في هذا الطريق. واحد منكم يتكلم يتمكن يكلم مسؤول من المسؤولين، لماذا هذا العمل؟ هذا العمل مضر حتى لدنياكم. انتم ملايين المسلمين تجعلونهم ضدكم بهذا العمل، ليش هذا العمل؟ بغض النظر عن قضايا الاخره. هذه المجموعه من القطرات ولو هاي قطره القطره بمفردها ما تاثر ولكن مجموعه هذه القطرات انا وانتم وانت وهو وهما وهم اذا اجتمعت تؤثر بالنتيجه. هذه القضيه نقلت قضيه كلش قصيرة ولكن جدا معبرة عن أحد علماء النجف ينقل هذا العالم يقول في يوم من الأيام كان هنالك مشروع خيري ضخم يشاد مشروع ضخم فجاء رجل إلى القائم على ذلك المشروع وقال له ما هي قيمة اللبن الواحدة طابوقة قديما الأبنية كانت عادة بالطابوق قيمتها شقد فقال قيمتها كذا فتقيمة جدا متواضعة قال أنا أتبرع بسمن لبنة واحدة البناء كيف تكون البناء تكون من مجموعة من اللبنات انتوا اعطيتوا لبنة فلان اعطى لبنة بالنتيجة البناء يرتفع ويشار لا تقولون ما هي قيمة هذه اللبنة او ما هي قيمة هذه الكلمة ها الله تعالى بنى الكون على عنصر التراكم الآن إحنا البشر مكونين من ماذا؟ من خلايا هذا الكون كله مكون من شنو؟ من ذرات الكون كله مبني على عنصر التراكم. هذه اللبنات، هذه الكلمات، هذه الكتب، هذه المحاولات تجتمع شيئا فشيئا تؤثر منه الى بعد عامين، يعني. الى بعد ثلاثة اعوام، الى بعد عشرة اشهر، ويكون لكم الفخر في الدنيا. وتكون لكم المثوبة العظيمة عند الله لأنكم شاركتم في رفع هذه الظلام عن أهل البيت. لعله هذا العمل يكون وثيق من وثائق شفاعتكم عند الله وعند النبي الأعظم وعند أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في يوم القيامة.